بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبتنا يا رب بقولها، وانفعنا يا رب بفضلها، واجعلنا من خيار أهلها. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم إليك، ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا، وأن تحسن أحوالنا، وتنير بالمعارف قلوبنا، وتفرج من كدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام الأستاذ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في بقية ما كتبه في باب السماع. والسماع هو سماع كل لفظ يقع في أذن الصوفي الذي يتعامل مع الله، يعتبره خطاب من الله إليه طالما أوصله إلى أذنه، يريد منه أن يفهم منه شيء. فقد يكون هذا السماع كلام عادي يسمعه الإنسان في السوق أو في الشارع، أو قد يكون كلام منظوم في سورة شعر أو غناء أو غير ذلك، وقد يكون ذكر الله، وقد يكون كتاب الله، وقد يكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذا سماع، وهو عود نفسه أن يكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هكذا هو رب نفسه على هذه الحالة. فيقول: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول، سمعت أبا نصر السراج يقول أو السراج يقول، سمعت عبد الواحد بن علوان يقول: كان شاب يصحب الجنيد، فكان إذا سمع شيئا من الذكر يزعق، فقال له الجنيد يوما: إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني. يعني كان في شاب صغير يصحب سيدنا الجنيد ليربيه، فكان لا يتحمل سماع ذكر أو وعظ أو شيء من هذا، كلما سمع انفعل وظهر عليه هذا الانفعال. فقال له سيدنا الجنيد: إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني، لأن ممكن الناس تفتكره تكلف بلا داعي. فقال له: إذا كنت هتجيب لنا الكلام ابعد عننا طالما انت لا تتحمل مثل هذا. فكان اذا سمع شيئا يتغير ويضبط نفسه، حتى كان يقطر كل شعرة من بدنه بقطرة. يعني كان يضبط نفسه حتى انه كان يعرق من شدة ان هو يحاول ان يكتم انفعاله لما يسمع. فيوما من الايام صاح صيحة تلفت بها نفسه، وفي يوم مع شدة سماعه الوعظ او الذي يؤثر في قلبه انفلتت روحه، يعني مات ولم يتحمل. وقلنا ان هذا حدث مع الصحابة، في بعض الصحابة سمعوا بعض ايات القرآن فزهقت روحه، لانه بيسمعها بالله لا بنفسه. انت اذا سمعت الامر بالله فالله هو الحق، واذا جاء الحق زهق الباطل، وكل ما سوى الله باطل، فيزهق كل شيء ويبقى الله، وبالتالي يعود الامر على ما كان عليه. سمعت ابا حاتم السجستاني يقول، سمعت ابا نصر السراج يقول، حكى لي بعض اخواني عن ابي الحسين الدراج قال: قصدت يوسف بن الحسين الرازي من بغداد، فلما دخلت الري سألت عن منزله، فكل من اسأل عنه يقول لي: ما تفعل بذلك الزنديق؟ فضيق صدري. يعني وراح يسأل على سيدنا يوسف بن الحسين الرازي، وكان من الصالحين المشاهير، لكن كان في هذا العصر يعني في المعتزلة كانوا منتشرين، والشيعة كانوا منتشرين، كل طوائف المسلمين كانت منتشرين، كل المدارس الفقهية العقائدية اللي انت بتسمع عنها في التاريخ كانت موجودة في هذا الوقت. فطبعا له اعداء كثيرين، فكل ما يجي يسأل عليه يقولوا له ده زنديق، هتسأل على رجل زنديق؟ زي انت الوقت تروح تسأل واحد وهابي عايزين نروح للدكتور فلان يقولك ده صوفي، اوعى تروح له، مش كده برضو؟ اي وهابية كده، يحذرون الناس من الصوفية. فنفس الحكاية، وقع في واحد زي ده قالوا لا ده زنديق، يعني صوفي ده ما لكش دعوة بيه، واخد بالك؟ اللي هم اصلا بذرة الوهابية
اللي موجودين في كل عصر، بس بيختلفوا اسمائهم. كان اسمهم خوارج ايام سيدنا علي، بعد كده بقوا اسمهم حاجات تانية، روافض، وبعد كده بقوا وهابية في العصر بتاعنا، وهكذا. في كل عصر هم موجودين نفس طريقة التفكير. فالمهم يعني حذروا منهم، فضيقوا صدري لما سمع الكلام ده. كذا واحد قال له، فقال ايه، مش هروح، مش هزوره بقى، حتى عزمت على الانصراف. ثبت تلك الليلة في مسجد، ثم قلت جئت هذه الليلة فلا اقل من زيارتي. قلت انا جبت وسافرت، على الاقل قبله بقى وخلاص. فلم ازل اسأل عنه حتى وقعت الى مسجده وهو قاعد في المحراب، وبين يديه رحل وعليه مصحف يقرأ فيه، زي حامل مصحف كده، حامل مصحف يعني زي ترابيزة مغطي عليها مفرش وحطت عليها المصحف. واذا هو شيخ بهي حسن الوجه واللحية، فدنوت منه وسلمت عليه، فرد السلام وقال من اين؟ فقلت من بغداد، قصدت زيارة الشيخ. فقال لو ان في بعض البلدان قال لك انسان اقم عندي حتى اشتري لك دارا او جارية، اكان يمنعك عن زيارتي؟ يعني لو واحد عرض عليك دنيا مقابل انك انت ما تزورنيش، كنت تختار ايه؟ تزور الصالحين يعني ولا تختار الدنيا؟ فقلت يا سيدي ما امتحنني الله تعالى بشيء من ذلك، ولو كان لا ادري كيف كنت اكون. فقال تحسن ان تقول شيء، يعني بتعرف تنشد، تقول شيء يعني تعرف تنشد زي المنشدين الوقت اللي ينشد. فقال تحسن ان تقول شيئا؟ فقلت نعم. وقلت رأيتك تبني دائما في قطيعتي، ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني. اي رأيتك يا عبدي تبني دائما في قطيعتي، يعني دائما منهمك في كل ما يبعدك عني، في شهواتك وفي غفلاتك. ولو كنت ذا حزم، يعني من اهل التوفيق، لهدمت ما تبني من قطيعتي. فأطبق المصحف ولم يزل يبكي حتى ابتلت لحيته وثوبه، يعني تأثر بمعنى هذا البيت، وكأنه يعني مس وترا في قلبه. ولم يزل يبكي حتى ابتلت لحيته وثوبه حتى رحمته من كثرة بكائه. ثم قال لي يا بني لا تلم أهل الري على قولهم يوسف بن الحسين زنديق، ومن وقت الصلاة هو ذا أقرأ القرآن، فلم تقطر من عيني قطرة وقد قامت علي القيامة بهذا البيت. يعني هو لما بيقرأ القرآن كان لا ينفعل هذا الانفعال، لكن لما سمع البيت ده انفعل، لأن القرآن يخاطب كل الناس بكل أحوالهم. لكن قد يكون هذا البيت فيه معنى ما استمرت فيه هو نفسه، فاستشعره في ذاته، فكان شعوره بهذا البيت في ذاته أقوى وأثره أعلى. وعشان كده اهل الري كانوا لما يلاقوه يسمع الشعر يبكي، واما يقرا القران ما يتاثرش، قالوا عليه زنديق، اساءوا الظن فيه. وحسن الظن بالمسلم مطلوب، ان بعض الظن اسم. سمعت محمد بن احمد بن محمد الصوفي يقول، سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول، سمعت الرقي يقول، سمعت الدراج يقول، كنت انا وابن القوطي مارين على الدجله بين البصره والابله، مدينتين البصرة والأبلة، وكانوا ماشيين على نهر الدجلة، حررها الله سبحانه وتعالى وأعز المسلمين حيثما كانوا. كنت أنا وابن القوطي مارين على الدجلة بين البصرة والأبلة، وإذا نحن بقصر حسن، يعني لقوا إيه، قصر مبني على نهر الدجلة، له منظر وعليه رجل وبين يديه جارية تغني وتقول في سبيل الله ود كان مني لك يبذل، كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل. في سبيل الله ود كان مني لك يا عبدي يبذل، كل يوم أيها العبد تتلون غير هذا بك أجمل. يعني كان أولى ألا تتلون وتتغير بين غفلاتك وشهواتك، زي بالضبط في الشعر بتاعنا الوقتي يقول لك ايه، انا زي ما انا وانت بتتغير، نفس المعنى، انا زي ما انا وانت بتتغير. الله سبحانه وتعالى لا يقطع وده وفضله عن الناس، والناس يتغيرون بين غفلات وبين معاصي وبين شوات،
والله لا يقطع ستره عنهم سبحانه وتعالى. فلما سمع الشعر ده شاب معدي جنب القصر، واذا شاب تحت المنظرة، المنظرة دي اللي هي زي البلكونة بتاعتنا الوقت يقولوا عليها في الارياف المنظرة، اللي هي المنظرة يعني بنشوف منها المنظر يعني. واذا شاب تحت المنظرة بيده ركوة وعليه مرقعة. كان زمان الصوفية تلاقيه يذهل الدنيا ويعيش كده بلا بيت ولا مأوى، يعيش كده زي ما يسموها من بلاد الله الخلق الله، يعني لا مأوى الا ان هو لا يريد ان يأوي الى مكان فيشتهر فيه. فكان يحب باستمرار دائم السفر، وطالما دائم السفر وهو رجل مسلم يحتاج الى ركوة عشان يتوضأ، مش كده برضو، ويبقى لابس ثوب طال به السفر فبيتقطع يوم تلاقيه مرقع، فدي علامة الصوفي في هذا العصر. واذا شاب تحت المنظرة بيده ركوة وعليه مرقعة يسمع، فقال يا جارية بحياة مولاك اعيدي، كل يوم تتلون غير هذا بك اجمل. فاعادته، فقال الشاب قولي، فاعاده، فقال الفقير هذا والله تلوني مع الحق، وشهق شهقة خرجت روحه. فقال صاحب القصر للجارية لما شاف المنظر ده وازاي الشاب ده تأثر بهذا البيت، انت حرة لوجه الله تعالى، وخرج اهل البصرة وفرغوا من دفنه والصلاة عليه. فدفن الشاب اللي هو زهقت روحه، فقام صاحب القصر وقال اليس تعرفوني ام لاهل البصرة بقى في الجنازة، انتوا مش عارفين، مش عارفيني وعارفين ان انا في كمال عقلي، اليس تعرفوني اشهدكم ان كل شيء لي في سبيل الله، يعني كل ما املكه متبرع لي في سبيل الله، متبرع به، وكل مماليكي احرار. ثم اتذر بازار وارتدى برداء وتفضق بالقصر ومر، فلم يرى له بعد ذلك وجه ولا سمع له اثر. يعني ربنا القى في قلبه بغض الدنيا والزهد فيها لما راى تاثر هذا الشاب بهذا البيت وتاثره بمعناه. هنا يبين لك ان الانسان اذا صدق في السماع اثر في من حوله، يعني اذا صدق في السماع بلا تكلف ليأثر في من حوله. انما معظم الناس انكروا السماع، ليه؟ لان معظم اللي بيقعدوا في مجالس السماع متكلفين بيتكلفوا، فبتبص تلاقي اللي قاعد مش حاسس بتأثر، حاسس ان شوية عالم ممثلين. سمعت محمد بن احمد بن محمد الصوفي يقول، سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول، سمعت يحيى بن الرضا العلوي قال، سمع ابو سلمان الدمشقي طوافا ينادي يا سعتر بري، يعني واحد بيبيع في السوق، سعتر بري نوع من الزعتر اللي هو بيطلع في الصحراء بيبيع بينادي عليه، فبيقول يا سعتر بري، فسقط مغشيا عليه. فلما افاق سئل فقال حسبته يقول اسعتر بري، هو سمعها حاجه ثانيه، هو سمعها اسعتر بري مش يا سعتر بري. يبقى حتى نداء الانسان على البضاعة بتاعته في السوق كان يسمعوها هم بمعنى اخر، يسمعها هو بمعنى اخر، فكأنه سمع ان الله يقول له اسعتر بري على لسان هذا الذي ينادي على السعتر بري. فدي يعني احوال، لهم احوال. وسمع عتبة الغلام رجلا يقول سبحان رب السماء ان المحب لفي عناء، فقال عتبة صدقت. وسمع رجل اخر ذلك القول سبحان رب السماء ان المحب لفي عناء، قال كذبت. نفس البيت، لان كل واحد بيسمع على حسب فهمه هو. يعني سبحان رب السماء ان المحب لفي عناء اذا كان من المريدين، والمريد يعبد من وراء حجاب والمحبوب في عناء، يبقى اذا كان من المريدين يقول له صدقت. طب وان كان من المرادين اهل الكشف، يبقى ان المحب لفي عناء يبقى كذاب، لان اللي يحب فهنا لانه من اهل الحضرة. يبقى كل واحد يسمع على حسب ما هو يعاني، في واحد حب وما طالش وفي حب طال، فاللي حب وما طالش في عناء، واللي حب وطال في ايه؟ في سعادة. فاللي حب وطال لما سمع الشاعر ده قال له كذب، واللي حب وما طالش سمعه قال له صدق. يبقى كل واحد يحكي حاله، فهمت؟ علشان كده ما تجدش ان في تناقض، لان كل واحد بيسمع على حسب حاله.
سمعت أبا حاتم السجستاني يقول، سمعت أبا نصر السراج يقول، سمعت أبا الحسن علي بن محمد الصوفي يقول، سمعت رويما وقد سئل عن المشايخ الذين لقيهم في السماع، بيقول له انت قابلت مشايخ كتير وعلماء كتير وناس صالحين كتير، كانوا بيبقى حالهم ايه وهم بيسمعوا مثل هذه الاشعار ومثل هذه المدائح والاوراد وغير ذلك؟ فقال كالقطيع اذا وقع فيه الذئب. لما قطيع غنم يقع فيه الذئب، كل غنم تروح في حته، يبقى كان كل واحد يذهب الى حال مختلف عن الاخر، لان كل واحد يسمع فيحرك ما في قلبه من حاله، وكانوا مختلفين في الاحوال، فكان كل واحد له انفعال شكل، لان السماع يحرك ما في القلب، لكن لا يوجد ما ليس في القلب، ما يوجدش شيء مش في القلب، لكن هو يحرك ما في القلب. وحكي عن ابي سعيد الخراز قال، رأيت علي بن الموفق في السماع يقول اقيموني، فاقاموه فقام وتواجد، ثم قال انا الشيخ الزفان، يعني الغشاش، يعني بيذم نفسه، يعني هو كان قاعد يسمع فتأثر بالسماع ومش قادر يقوم يتحرك من كتر التأثر، فقالهم قوموني، فقوموه قاعد يهز نفسه من كتر ما تواجد. وبعدين بعد كده لما فاق لنفسه ولقى نفسه راجل شيخ كبير كده يعمل كده، قال لهم شوفوا الشيخ الغشاش، يعني ايه يعني يعني كان لا يليق بالكمل ان هم يظهر اثر اثر وجدهم في الخارج، ده الكمل منهم. وعلى شكل قال لهم طلعت انا شيخ مغشوش، يعني الاثر الذي حدث في الداخل اثر عليه في الخارج، يبقى الشيخ الكامل يبقى كله من جوه وهو قاعد كالجبال، ترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب. وقيل قام الرقي ليلة الى الصباح يقوم ويسقط على هذا البيت، والناس قيام يبكون، والبيت بالله فردد فؤاد، بالله فردد فؤاد مكتئب ليس له من حبيبه خلف، بالله فردد فؤاد مكتئب ليس له من حبيبه خلف، لأنه بيدعو الله سبحانه وتعالى أن يرد عليه كمال حاله بكمال أنسه به. سمعت محمد بن أحمد التميمي يقول، سمعت عبد الله بن علي الصوفي يقول، سمعت علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بالبصرة يقول، سمعت أبي يقول، قدمت سهل بن عبد الله لو التفتري سنين كثيرة فما رأيته تغير عند سماع شيء كان يسمعه من الذكر والقرآن وغيره، فلما كان في آخر عمره قرئ بين يديه، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، رأيته تغير وارتعد، تغير وارتعد، يعني ابتدى يتأثر لما كبر، في حين انه خدم سنين كان يسمع كل الحاجات دي ويسمع القرآن كله ويسمع كل حاجة، ما كانش يتأثر او لا يظهر عليه الأثر، وكاد يسقط. فلما رجع الى حال صحوه سألته عن ذلك فقال، يا حبيبي ضعفنا، كنا الاول اقوياء نقدر نكتم ما في قلوبنا، انما الوقت ضعف البدن فصار لا يستطيع ان يكتم ما في قلبه. وده معلوم، يعني الواحد لما بيجي يكبر يرق طبعه، تلاقي دمعته تبقى قريبة، لكن هو شاب ما يعيطش ابدا مهما حصل، لو الدنيا تهدت قدامه، لكن توصل لما يوصل سن 60 70 اقل حاجة، ولو ابنه جاي مسافر ولا بتاع تبص تلاقي عينه دمعت. احنا بنلاحظ هذا لما يكون سنه كبر، لان الانسان لما بيكبر بيرق طبعه ويضعف جسمه، فيقوم جسمه ما يتحملش انه يكتم ما في قلبه فيظهر عليه الاصل. وحكى ابن سالم قال، رأيته مرة اخرى على سيدنا برضه عبد الله بن سهل بن عبد الله التستري، رأيته مرة اخرى قرئ بين يديه الملك يومئذ الحق للرحمن، فتغير وكاد يسقط، فقلت له في ذلك، فقال ضعفت، وهذه صفة الأكابر لا يرد عليه وارد وإن كان قويا إلا وهو أقوى منه. سمعت الشيخ أبا عبد الله أبا عبد الرحمن السلمي يقول، دخلت على أبي عثمان المغربي وواحد يستقي الماء من البئر على بكرة، فقال، يا أبا عبد الرحمن، سيدنا أبي عثمان المغربي قاعد وواحد بيسقي
ببقرة، عارف انت حبل كده مربوط بكرة ينزله في البئر ويطلعه، فالبكرة بتعمل صوت وهي طالعة ونازلة. فقام سيدنا ابي عثمان ابو عثمان المغربي قال لابو عبد الرحمن السلمي: يا ابا عبد الرحمن، اتدري ما تقول البكرة؟ عارف البكرة بتقول ايه؟ فقلت لا. فقال: تقول الله 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 الله. يعني هو سامع صوت البكرة، الله ذكر، كل واحد بيسمعها كده. مش انت حتى المصريين يقول لك الكروان يقول الملك لك 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 يا صاحب الملك، مش كده برضو؟ هم بيسمعوا كده المصريين عشان هم اهل ذكر، واخد بالك؟ فكل اهل الذكر يسمعوا اي صوت يحوله الى ذكر، يعني يدخل في قلبه وفي عقله انه ذكر. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول، سمعت علي بن طاهر يقول، سمعت عبد الله بن سهل يقول، سمعت رويما يقول، روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه سمع صوت ناقوس، صوت جرس يعني، فقال: يا اصحابي، اتدرون ما يقول هذا؟ قالوا: لا. قال: انه يقول سبحان الله حقا، ان المولى صمد يبقى، او ان المولى حق يبقى. سمعت محمد بن احمد التميمي يقول، سمعت عبد الله بن علي يقول، سمعت احمد بن الكرخ ابن علي الكرخي الوجيهي يقول: كان جماعة من الصوفية متجمعين في بيت الحسن القزاز، ومعهم قوالون يقولون ويتواجدون، فاشرف عليهم ممشاد الدينوري فسكتوا، كانوا قاعدين وبيسمعوا بقى تواشيح واناشيد واغاني، فجاء عليهم سيدنا ممشاد الدينوري فسكتوا هيبة للشيخ يعني، فقال: ارجعوا الى ما كنتم فيه، فلو جمع ملاهي الدنيا في اذني ما شغل همي ولا شفى بعض ما بي. يعني الانسان يبلغ من الكمال في حال اليقظة مع الله ودوام الذكر بحيث انه لا يشغله شاغل عن ربه، ولو تواجد في اي مكان خلاص ما تفرقش، يعني لا تشغله الكثرة عن الوحدة ولا يشغله الجلبة عن كمال اليقظة مع الله عز وجل. ليه؟ دي احوال بقى. لكن لما بيبقى واحد زي حالتنا لو سمع صوت جنبه وهو بيصلي يقول له: اسكتوا بقى مش عارف اصلي، ادخل التلفزيون مش عارف اصلي، كلموا الجيران دول يوطوا الراديو شويه مش عارف اصلي، وبالذات لما يبقى واد كمان بليد في المذاكره عايز الشارع كله يسكت عشان يذاكر وفي الاخر يجيب ملحد، والطالب الشاطر بيذاكر في الشارع ويطلع الاول، مش كده برضو؟ فهي الناس تتفاوت، يعني درجة تركيز الناس تتفاوت. وبهذا الإسناد عن الوجيه قال: سمعت أبا علي الرزباري يقول: بلغنا في هذا الأمر، اللي هو يعني القصد إلى الله ورياضة النفوس، إلى مكان مثل حد السيف، إن ملنا كذا ففي النار. يعني بقينا على الصراط المستقيم بالضبط، لا نميل لهذا فنعتمد على عملنا، ولا نميل لذاك فنعتمد على توفيق الله لنا، بل في شدة الحذر. فهو لا ينظر لتوفيق الله ولا لقدر الله السابق فينام، ولا ينظر لعمله فيعتمد عليه. ففي جانب العمل ينظر لتوفيق الله، وفي توفيق الله ينظر إلى حق شكر الله. فهمت ازاي؟ فيبقى هو ماشي على الصراط المستقيم، ادي معنى الصراط المستقيم، فلا يميل الى الاعتماد على العمل، ولا يميل الى امن مكر الله، ولا اعتماد على سابق علم الله، لان ما هو سوابق الهمم لا تخلق اسوار القدر. مش الناس العوام ساعات يقول لك كده: يا عم صلي، يقول لك خلاص ربنا خلق للجنه اهلها وللنار اهلها ما تقلقش، وياخد نفس من الجوز، يبقى ده امن مكر الله، مش كده برضه؟ غلط. الكلام اللي بيقوله صح بس التطبيق غلط، مش كده برضو؟ يعني هو بيقول كلام صح لكن السلوك بتاعه غلط، والتاني قاعد شغلته لليل بيصلي وبيصوم وبيذكر ربنا وبتاع، ويقول يا ارض تهدم عليك يا ادي، متكبر بعمله، فيش احسن مني طاعه، يبقى ده معتمد على عمله مش معتمد على ربه، والتاني ايه ترك العمل واعتمد على سابق الايه العلم. يا رب.
الاجتهادي معناه الى مكان، وصلوا الى مكان مثل حد السيف في كمال الاجتهاد للعمل، وفي نفس الوقت لا ينظر نفسه عاملا بل ينظر ان الله موفق له فيقول افلا اكون عبدا شكورا. يوم كلما وفقه الله للعمل كلما ازداد عملا لشكر الله على التوفيق، فلا يعتمد لا على عمله ولا يعتمد على سابق علم الله، بل هو يعبد الله سبحانه وتعالى مفوضا الامر لله دون ان يعلم سابق العلم ودون ان يهمل الطلب في الوقت. فهمت ازاي؟ ادي معنى الصراط المستقيم اللي هو عايز يقول عليه. والا وان ملنا عن هذا ففي ايه؟ ففي النار، لانه لو مال كده اعتمد على العمل يبقى اعتمد على غير الله يبقى حبط عمله يبقى في النار، ولو مال على الناحية التانية يبقى اعتمد على القدر دون الاهتمام باصل الشرع يبقى برضو تزندق. فهمت ازاي؟ وعشان كده قال لك من ايه تفقه، من تفقه ولم يتحقق فقد ايه؟ فقد تفسق. تفسق ليه؟ لانه هيعمل مقتضى علم الفقه لغير الله، عشان يبقى قاضي، علشان يبقى شيخ كبير، علشان يبقى عمله لغير الله، بقى طلب العلم للعلم فصار من العلماء، كل الناس تبجله وكله بقى قاضي القضاء وبقى شيخ العلماء وبقى من اهل المناصب. يبقى هنا تفقه ولم يتحقق. تحقق يعني يجعل قصده لله. فمن تفقه ولم يتحقق تفسق، يبقى فتق. فهمت؟ لانه استغل العلم لغير الله. ومن تحقق ولم يتفقه تزندق، يوم يترك العمل يقول نعمل ليه بقى؟ ما ربنا خلق الجنة لا وللنار لا، نعمل ليه؟ يوم ايه يترك ايه؟ يتزندق يعني يترك امر الشرع. فهمت ازاي؟ ادي كل الحكاية. لكن الصراط المستقيم في الوسط، ان يعمل ويجتهد دون الاعتماد على العمل بل الاعتماد على الله. وقال خير النساج، قص موسى بن عمران صلوات الله عليه على قوم قصة، فزعق واحد منهم فانتهره موسى، فأوحى الله تعالى إليه يا موسى بطيبي فاحوا وبحبي باحوا وبوجدي صاحوا فلما تنكر على عبادي. اترك كل واحد بقى على حسب تأثره. وقيل سمع الشبلي قائلا يقول الخيار 10 بدانق، واحد بيبيع خيار في السوق، او كل واحد بيسمع بطريقته. سيدنا الشبلي سمع واحد بيقول الخيار 10 بدانق، فصاح وقال اذا كان الخيار 10 بدانق فكيف الشرار؟ يبقى هو فهمها بمعنى معنى تاني. وقيل اذا تغنت الحور العين في الجنة توردت الاشجار، يعني كأن اشجار الجنة تتغذى بغناء حور العين. وقيل كان عون بن عبد الله يأمر جارية له حسنة الصوت فتغني بصوت حزين حتى تبكي القوم. طبعا ايه هيجي لك الناس بقى اللي هم ايه يعني واخدين قيود الشريعة، يقول لك ازاي صوت المرأة عورة؟ ايه ده؟ اقفل الكتاب، روح، ضلالية، متسرع. صوت المرأة ليس بعورة الا لو كان في نوع من الخنا، ولو كان في نوع من التقصع، او كانت معاني قبيحة، او طريق القاء لا تليق. انما كم من النساء خاطبوا النبي في وسط الصحابة وكلموه؟ كثير كثير من النساء خاطبوا النبي وكلموه وسط الصحابة. ومعروف المرأة التي ايه سألت سيدنا عمر، ده شيء معروف يعني عادي. والخنساء نفسها كانت لها اشعار تقولها في وسط الصحابة، الخنساء نفسها انشاده. لكن طالما في معاني طيبة بطريقة القاء تليق بالحال بدون اظهار عورات او من وراء حجاب، لا بأس. ادي الحكاية كلها بهذه القيود كلها. وسئل ابو سليمان الداراني عن السماع فقال كل قلب يريد الصوت الحسن فهو ضعيف، يداوى كما يداوى الصبي اذا اريد ان ينام. لان السماع انا قلت لك قبل كده ان الصوفية اعتبروا ان السماع والتأثر به حال ضعف وليست حال كمال، هم اعتبروها كده اصلا، يعني اعتبروا ان السماع ده نوع من الدواء ولا ياخذ الدواء الا المريض، لكن السليم المعافى مش محتاج للدواء. وكثير منهم كان يقول يعني الاولى ترك السماع لانه مقيد بقيود شرعية كثيرة،
فنادرا ما ايه ما تستطيع ان تأخذ من وسط هذه القيود الحلال السر في النادر، وعشان كده تجنبه افضل. لكن معظم هذه الحكاوي في سماع غير مقصود لذاته وغير محدد الموعد، يعني زي ما تبقى ماشي كده قدرا لقيت ناس بتقول حاجة فانت وقعت في اذنك فتأثرت بها، فهم كان معظم السماع بتاعهم بهذه الصورة. وسئل ابو سليمان الداراني عن السماع فقال كل قلب يريد الصوت الحسن فهو ضعيف يداوى كما يداوى الصبي اذا اريد ان ينام. ثم قال ابو سليمان ان الصوت الحسن لا يدخل في القلب شيئا وانما يحرك من القلب ما فيه. قال ابن ابي الحوارى صدق والله ابو سليمان، لان فقر الشيء لا يعطيه، فطالما في القلب فيه تأثر او اثر فيأتي هذه الأقوال التي تؤثر في القلب تحرك ما في القلب، لأن لا تحرك ما ليس في القلب، لابد يبقى في القلب أثر. وقال الجريري كونوا ربانيين أي سماعين من الله قائلين بالله، يعني هو رأي أن الرباني هو الذي يسمع بالله لا بشهوته ولا بغفلته ولا بنفسه ولا بحرصه، بل يسمع بالله ولله، فيكون سماعه عبرة وعظة وموصل الى الله. وسئل بعضهم عن السماع فقال بروق تلمع ثم تخمد، يعني هو بيسأله عن السماع فاجابه عن اثر السماع، عن اثر السماع في قلب السامع، فقال بروق تلمع ثم تخمد، يعني السماع يحرك معاني في القلب كالبرق، ثم تنير في لحظة وتنطفئ، وانوار تبدو ثم تخفى، ما أحلاها لو بقيت مع صاحبها طرفة عين. ثم أنشأ يقول خطرة في السر منه خطرت، خطرة البرق ابتدى ثم اضمحل، أي زور لك لو قصدا سرى وملم بك لو حقا فعل. يعني كأن الآثار التي تؤثر في القلب في السماع كأنها زائر خفيف يجي كده وينصرف، وأنت وهو عندما يأتي تكون في كمال الفرح وعند ذهابه في كمال الشوق. وقيل السماع فيه نصيب لكل عضو، فما يقع إلى العين تبكي، وما يقع إلى اللسان يصيح، وما يقع على اليد تمزق الثياب وتلطم، وما يقع إلى الرجل ترقص. وقيل مات بعض ملوك العجم وخلف ابنا صغيرا، أو خلف ابنا صغيرا، يعني واحد ملك مات وساب ابنه كان صغير، فأرادوا أن يبايعوه فقالوا كيف نصل إلى معرفة عقله وذكائه، ثم توافقوا على أن يأتوا بقوال يقول شيئا فإن أحسن الإصغاء علموا كياسته، فأتوا بقوال فلما قال القوال شيئا ضحك الربيع، فقبلوا الأرض بين يديه وبايعوه. يعني هم بيقولوا ان الذي يتأثر بالسماع يدل على كمال عقله، لانه اللي يتأثر تأثر صحيح، فهم ارادوا ان يختبروا الصبي ده هل عنده من التمييز، اللي بيتأثر بالسماع تأثر صحيح فيدل على كمال تمييزه ام لا. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق يقول اجتمع ابو عمرو بن نجيد والنصرباذي والطبقة في موضع، فقال النصرباذي انا اقول اذا اجتمع القوم فواحد يقول شيئا ويسكت الباقون خير من ان يغتابوا احدا. يعني بيقول احنا لما يبقى مجموعة كبيرة كده قاعدين، لما نقوم واحد فينا ينشد ولا يقرأ اية قرآن واحنا نقعد نسمع، احسن ما كل اثنين ثلاثة يقعدوا يتكلموا ويجيبوا سيرة الناس، اني احسن تشغل الناس بسماع شيء مباح احسن ما تتركهم في غفلة فينشغلون بغيبة الناس. ده رأيي يعني. يعني السماع وان كان في بعض الاحتياطات الا انه اقل خطرا من الغيبة، اقل خطرا من الغيبة. فقال ابو عمرو بقى رأيه مختلف، بيقول له لان تغتاب انت 30 سنة انجى لك من ان تظهر في السماع ما لست به. قال له ده انت لو قعدت بقى تغتاب 30 سنة اخف من انك انت تظهر للناس ما ليس في قلبك، لانك تبقى من اهل الرياء، والرياء أشد قسوة وأشد مرضا في القلب من الغيبة، لأن الغيبة
يعني تتوب الى الله منها، لكن المرائي كل عمله لغير الله، فدي مشكلة كبيرة. لكن المغتاب في يوم من الايام حد يذكره يوم يبطل، لكن الا المرائي. يبقى واحد شاف ان الغيبة اشد، مش كده برضو، والتاني شاف ان الرياء اشد، يبقى كل واحد بيتكلم من حيث وجهة نظري. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق رحمه الله يقول الناس في السماع ثلاثة: متسمع ومستمع وسامع. متسمع يسمع بوقت، يعني متكلف، ده بيبقى قاعد كده نص قاعدة ويشوف يا ترى هيعجبني ولا مش هيعجبني، ده متسمع، ده داخل كده من طرف الباب كده وقاعد كده على الباب يسمع، ما يعجبوش يعترض ينطرد فما يستفدش، ده اسمه متسمع. ومستمع يسمع بحال، المستمع جيد يسمع ويستفيد من الكلام ده في اشياء في نفسه ومصحح، يبقى بيسمع ويجعل الكلام ده جاي في حاله، فان سمع ذم يعتبر الذم ده لنفسه، وان سمع يعني بشارة يعتبر ان ده تشجيع له حتى يكون من اهله، يبقى ده مستمع ده بيستفيد. والسامع يسمع بحق، والسامع بقى اللي هو الاعلى، يسمع بحق يعني يسمع بالله فيرى مراد الله فيتعظ بمراد الله من السمع مباشرة. وسألت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله تعالى غير مرة، شبه طلب رخصة في السماع، فكان يحيلني على ما يوجب الإمساك عنه. يعني مين اللي سأل؟ سألته اللي هو عبد الكريم القشيري صاحب الرسالة، لأنه كان شيخه أبو علي الدقاق، فهو سأله كذا مرة ان هو يديله رخصة يروح يجلس مجالس السماع دي، يعني يحضر مجالس ايه الانشاد والحداد، يديله رخصة بس. فكان يحيلني على ما يوجب الامساك عنه، يوم يديله اذكار، يديله اوراد، يديله عبادات ويشغله عنه، ما يرضاش يخليه يروح مجالس السماع. ثم بعد طول المعاودة، بعد طول سنين، قال ان المشايخ قالوا ما جمع قلبك الى الله سبحانه وتعالى فلا بأس به. يعني بعد ما كبر بقى وراب نفسه ووصل الى مقام يستطيع ان هو يأخذ من هذه الاشياء العظة، سمح لي، قال له اي حاجة تجد قلبك فيها مع الله روح اعملها. فهمت ازاي؟ لانه وصل لمرحلة بقى تريد، وصل لمرحلة من النضج اللي بيه اصبح يسمع الكلام يحمله على احلى المعاني وعلى احلى المعاني. اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد الاهوازي قال اخبرنا احمد بن عبيد البصري قال حدثنا اسماعيل بن الفضل قال حدثنا يحيى بن يعلى الرازي قال حدثنا حفص بن عمر العمري قال حدثنا ابو عمرو عثمان بن بدر قال حدثنا هارون بن حمزة عن الغدافري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال اوحى الله سبحانه الى موسى عليه السلام اني جعلت فيك 10,000 سمع حتى سمعت كلامي، و10,000 لسان حتى اجبتني، واحب ما تكون الي واقرب اذا اكثرت الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك ان سيدنا موسى كليم الله، لكي يسمع الله لا يكون حاله كسماعي من البشر، فكأن كل ذرة فيه صارت لها اذن تسمع، لان كلام الله يسمع بكل كلام اذنك وكلام البشر يسمع بالاذن، اما كلام الله فيسمع بالكل. واذا خطبت الله صار في كل ذرة فيك لسان تخاطبه بالحال وبالوجد وبالمقال وبالفعل وبدقة قلبك. فهمت؟ ادي المعنى، لان خطاب الله يختلف عن خطاب الخلق. واكثر بقى اقرب ما يكون العبد الى ربه واحب ما يكون العبد الى ربه اذا اكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على
ايه الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من ايه اجل القربات الى الله عز وجل، لانها فيها ذكر الله وفيها الصلاة على النبي. فانت بتقول اللهم، ادي ذكر الله، اللهم صلي على سيدنا محمد، ادي ايه، ادي الصلاة على النبي، ذكر النبي وذكر الله. والشهادة عبارة عن ايه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، فتبقى قمت بحق الشهادتين. يبقى الصلاة على النبي فيها القيام بحق الشهادتين، بحق لا اله الا الله في قولك اللهم، وبحق سيدنا محمد رسول الله بالقيام باداء حقه قبلنا وبيان محبتك له ومعزتك له وطلب شفاعته صلى الله عليه واله وسلم. ثم بعد ذلك تذكر الآل، لان الآل احباب حبيبك فيكون احبابك، فتقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. وعلى شكل كمال الصلاة على النبي ان تذكر معها الآل، فاذا قلت الآل ووقفت ان ايه شمل جميع الأمة، تشمل الأمة، القرابة وغير القرابة، كل الأمة، القرابة بالنسب وغير القرابة. ولك ما تقول وآله وصحبه، يبقى الآل هنا انصرفوا الى القرابة بس. يبقى لما تقول وآله وصحبه ضيقت، ولو قلت وآله وسكت وسعت. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال، لما سألوه كيف نصلي عليك رسول الله، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قال وصحبه، قال بس آل محمد، عشان يشمل حتى من لم يولد من أمتي إلى يوم القيامة. شفت التوسيع ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمته رحمة العالمين، ورحمة الله وسعت كل شيء، فالنبي أيضا رحمة للعالمين فتسع كل العالمين، حتى من لم يولد في عصره إلى يوم القيامة، بقول المصلي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. فتجد المصلي يصلي على أمة النبي كلها، من ولد وعاش ومن ولد ومات ومن لم يولد إلى يوم القيامة، كل ده في قوله وآله. ومعلوم أن الإنسان إذا استغفر أو دعا لمؤمن أخذ بقدر ما دعا له، فهمت ازاي؟ فما بالك بقى لما المسلم يقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله، شوف آل النبي دول أمة النبي دي كام مليار، ياخد بعددهم حسنات. شفت بقى فضل الصلاة على النبي قد ايه وانت قاعد مش واخد بالك، قاعد مش واخد بالك. الصلاة على النبي الميزة فيها انها تقبل ولو كانت من قلب مرائم، لتعلقها بجناب النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي قاعد شافع لك فيها، تيجي من قلب مرائي، يوم الملك يقول لي مرائي، ربك يقول له اقبلها من اجل حبيبي، انهم القوم لا يشكى بهم جليسهم. لكن لو قلت سبحان الله وانت مرائي تترد عليك، قلت لا اله الا الله وانت مرائي تترد عليك، لان الله اغنى الشريكين ان يشرك. لكن لما تخش مع النبي تجد ربك قريب، اذا سألك عبادي عني فاني قريب، يعني لا تعرف ان الله قريب الا اذا سألت النبي، اذا دخلت من باب النبي تجده قريب. طب مش من باب النبي تبقى بعيد، طول ما انت من باب غير باب النبي بعيد، لان رسوله هو باب الله، وكل من اتى من غير بابه لا يدخل، مش كده برضو؟ فعلى كل مسلم ان يحرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل له ورد ثابت كل يوم لا يقل، مشايخنا قالوا لنا لا يقل عن 200 مرة، ده المقل، ده 200 مرة، 100 الصبح و100 بالليل، ده اقل حاجة، يعني 100 مرة كل 12 ساعة احسن من اي مضاد حيوي، لانه شفاء. واحنا كاطباء والله انا جربت امراض كثيرة عالجناها بالصلاة على النبي، ليس لا علاج الى يومنا هذا في الطب الحديث، بمجرد ان نكتب للعيان كده شوية اوراق صلاة على النبي ويواظب عليها، بيجي لنا بعد 6 شهور خافف ووزنه حلو وتمام وكل حاجة حلوة ببركة النبي، او يموت ويدخل الجنة بشفاعة النبي، وفي الحالتين يبقى مريحة، في الحالتين مريحة. لان انت لو واحد مثلا عنده داء لا يبرأ منه خالص، والداء ده قاتل، طب ما تشغله في اخر ايامه بالصلاة على النبي، مش هيستفيد برضه لما يلقى ربنا سبحانه وتعالى وهو مصلي على النبي، يبقى استفاد ولا ما استفادش؟ ففي منهم بيستفيد بهذه الصورة، فتسأل عليه يقول لك ده مات الحمد لله بعدها بست شهور، لكن كان مواظب على الصلاة على النبي، تلاقيه راجل وشه منور وهو ميت. والتانيين بعضهم يخف خالص، يجي لك خافف ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شفع لا يغير قدر الله في العباد. خد بالك، ما كان في من الصحابة مرضى في عصر النبي وفضلوا مرضى إلى أن مات النبي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغير قدر الله في عباده، لأنه أعلم الخلق بالله. ولكن قدر الله بالصلاة على النبي يكون على القلب خفيف جميل،
يتحول الى رضا الى حلاوة، وان كان من قدر الله ان يرتفع فيرتفع ببركتها، يبقى ببركتها اما تستقبله بالرضا فتاخد ثواب، او ببركتها اما يرتفع تماما فتنعم بالشفاء. وعلى شكل الصلاة على النبي لها يعني فضائل كثيرة، منها في قضاء الديون، في يقظة القلوب، في الوصول الى الله عند غياب الشيخ المربي، تكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يوم ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك فرج ومخرج من كل ازمة، لان احباب النبي دول المكثرين من الصلاة عليه بيبقوا تحت نظر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نظروا على امته، لكن نظروا على المصلين عليه من امته اكثر صلى الله عليه وآله وسلم. وانت عارف ان اعمال امة النبي كلها بتعرض عليه صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا الصلاة على النبي بتعرض عليه بالاسم. وقت ما بتصلي على النبي ملك يروح يقول له فلان ابن فلان يا رسول الله بيقول كذا، يقول له الصيغة اللي انت بتقولها، شوف بيقول له الصيغة اللي انت بتقولها في الحال، يوم يرد عليك السلام وهي ضحية بتحية، فحيوا بأحسن منها او ردوه. فتصور انت بتقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، يقوم سيدنا رسول الله يقول اللهم صل على فلان وسلمه، فانت عايز كلمة سلمه اما تيجي من فم النبي ليك تبقى ايه؟ تبقى فيها كل السلامة وفيها كل الرحمة. وعلشان كده كنز من الكنوز المخفية التي لا يستمتع بها على وجه الارض الا المسلمين هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وده حاجة خاصة بينا احنا المسلمين سلم. وتأتي يوم القيامة كل مجلس لم تصلي فيه على النبي ولو دخلت الجنة يصير حسرة. شوف قد ايه لما تجد ما فاتك من الثواب. وعلشان كده يجب الا تقوم من اي مجلس الا وتصلي على النبي ولو مرة صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل رأى بعضهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقال، الغلط في هذا أكثر، يعني به السماع. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شاف بعض الصوفية شافوا الرسول في المنام فشاور لهم على مجالس الغناء والسماع دي، قال لهم هنا الغلط فيها كتير، يعني لو قدرت تتجنبها أحسن، يعني لأنها فيها زي ما قلت لك محاذير كثيرة، فيها محاذير كثيرة وكل إنسان بيسمع على حسب حاله. ان كان قلبك لسه مملوء بالشهوة تسمع السماع يحرك الشهوة، وان كان قلبك مملوء بالذكر تسمع السماع يحرك فيك ما فيك من ذكر، وانت انسان متقلب احيانا بين ذكر ويقظة وبين غفلة وشهوة، فانت ما تدريش حالك هيبقى ايه ساعة السماع، فالاحسن تتجنبه وتخلص. ادي معنى الكلام. سمعت الشيخ عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول، سمعت أبا بكر النهواندي يقول، سمعت علي السائح يقول، سمعت أبا الحارث الأولاسي يقول، رأيت إبليس لعنه الله في المنام على بعض سطوح أولاس، مدينة اسمها أولاس، وأنا على سطح وعلى يميني جماعة وعلى يساري جماعة بيغنوا، يعني عاملين فيديو كليب. هو شاب إبليس بيشرف على مجموعات من الغناء على اليمين وعلى اليسار في الرؤية يعني، وعلى يساري جماعة وعليهم ثياب النظاف. فقال لطائفة منهم قولوا، فابتدوا يقولوا أناشيد ويقولوا حاجات. إبليس اللي إيه؟ هو الميس بتاعهم، الريس بتاعهم. فقالوا وغنوا، فاستفزعني طيبه، لقيته بيقولوا كلام حلو قوي. بقى إبليس يخليهم يقولوا كلام حلو كده؟ لا، المعاني اللي قالوها جميلة قوي. فاستعجب بقى إبليس بيشغله بالشغلانة العجيبة دي. ما عندنا إبليس ما يشغلش الناس إلا بكل شر. فهو في الرؤية استعجب، بعد ما قال لهم قولوا لقى كلام أجمل كلام طالع منه، حتى هممت أن أطرح نفسي من السطح من شدة حلاوة الجمال يعني. ثم قال ارقصوا، فرقصوا أطيب ما يكون الرقص، يعني بتواجد مش بتكلف. ثم قال لي يا أبا الحارث، ما أصبت شيئا أدخل به عليكم إلا هذا، يعني أنا ما بدخلش على أهل الذكر إلا من جانب السماع، لأن أهل الذكر في الذكر معصومين معتصمين بالله، اول ما يتركوا الذكر للسماع يبقى ده مدخل للشيطان ممكن يدخل منه، فبيقول له هو ده بقى الباب اللي بستطيع بقى ادخل منه، انما طول ما انتم معتصمين بالاذكار ما اعرفش اقرب لكم، يبقى ده جانب ضعف. صدق وهو كذوب، مش كده؟ زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا ابو هريره كده، صدقك وهو كذوب. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت عبد الله بن علي يقول، اجتمعت ليلة مع الشبلي رحمه الله، فقال القوال شيئا
فصاح الشبل وتواجد قاعدا. فقيل له يا أبا بكر ما لك من بين الجماعة قاعدا، كل الناس قامت وتهزت وانت قاعد تهز نفسك كده وقاعد. فقام وتواجد، قاعد يتحرك ويتواجد، وقال لي سكرتان وللندمان واحدة شيء خصصت به من بينهم وحدي. يعني انا سكران في محبة المنعم وفي شكر النعمة، يبقى سكرتان، سكرة لشكر النعمة وسكرة اجلال للمنعم. شيء خصصت به من بينهم وحدي. يقول الشعر ده رنبه بالمحبة قبل كده لو انتم تذكرونه، لان في ناس تحب الله لنعمه وفي ناس تحب الله لله. فهو بيقول اجتمع علي محبتان، اجتمع علي محبتان، محبة الله لنعمه لما يغذوكم به من نعمة، مش كده برضو، ومحبة اخرى لان الله اهل لذاك. وسمعته يقول، سمعت منصور بن عبد الله الاصبهاني يقول، سمعت ابا علي الرزباري يقول، جزت بقصر، يعني مررت بقصر، فرأيت شابا حسن الوجه مطروحا وحوله ناس، يعني مرمي على الارض كده وحوالي ناس، فسألت عنه فقالوا انه جاز بهذا القصر وفيه جارية تغني فشهق شهقة ومات. كانت بتقول ايه؟ كبرت همة عبد طمعت في ان تراك، او ما حسبت، او ما حسب العين ان ترى من قد رأيك. كبرت همة عبد طمعت في ان تراك، او ما حسب العين ان ترى من قد رأيك. فهو فهم الكلام ده انه مواجهة لله عز وجل، فشهق شهق شوقة الى ان ينتقل الى الله عز وجل، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن ينور أبصارنا. ونقف على باب كرامات الأولياء. إحنا كده يبقى قربنا ننتهي من الرسالة إن شاء الله. إحنا بدأنا في الرسالة شرحها في شوال 1403، بدأنا فيها كده في شوال، ويبدو أننا هننتهي أيضا فيها في شوال 1406، يعني في 3 سنوات. فإن شاء الله إحنا فاضل لنا باب الكرامات وباب المنامات والرؤى، هما بابين. هنستمر في شهر يوليو اللي هو شهر 7 ده كل سبت، ثم اجازه شهر 8 كله عشان الناس تروح الساحل الشمالي، واللي ياخد اجازه ياخد اجازه، واللي يحضر دوره يحضر دوره، واخد بالك. وبعدين بعد كده نلتقي فتره في شهر 9 حتى يبدا رمضان، وبعدين اجازه رمضان كله، وبعدين نلتقي في شوال ننتهي من الرساله ان شاء الله. وكل عام وانتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على افعال مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. خاف عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خيرا.